السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم من قناتنا عكر. اليوم بنلعب لعبة ماينكرافت في البلاي ستيشن. اليوم بنلعب سينج بلاير سيرفايفل. إن شاء الله تعجبكم الحلقة، لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبدأ. طبعا ماينكرافت لعبة مشهورة جدا جدا. أوكي، وبنبتدي الحين نجمع الخشب عشان نبتدي نصنع الكرافتنج تيبل. اوكي، واذا عجبك الفيديو يا لا تنسى تضغط زر اللايك وتكتب في التعليقات اذا تريدوا سلسله نكمل في سنجل بلاير. اوكي جمعنا 7 خشب اتوقع. اوكي اوكي صار معنا 28 خشب العادي بعد ما حللناه. اوكي خلينا نسوي كرافتنج تيبل. اوكي ونسوي لنا ستيك. كم نحتاج؟ حظا اوكي خل نخلي 7 نشوف كم يطلع. حظا ايش فيني؟ روح مين؟ اوكي اوكي صار معنا 28 ستيك. خل نصنع البيكاكس، بس البيكاكس. ايوه بيكاكس عشان نجمع الحجر، نصنع اغراضنا من الحجر كلها. اوكي خلنا نجمع على الأقل 30 حب 30 كوبل ستون. ولا أحسن نجمع 20 كوبل ستون ونسوي لنا أغراض من حجر، سيف وبيكاكس، سيف وبيكاكس وأكس وشوفل. بعدنا نبتدي نجمع الأخشاب عشان نبني البيت، نسوي لنا صندوق وندور الخروف عشان نجمع صوف وأكل ونسوي لنا سرير. أوكي 35 حبة. الحين خلنا نصنع سيف. بيكاكس اكس شفل. اوكي خلنا نعدلهم. اوكي جماعة الحين خلنا نجمع كمية خشب كبيرة. طبعا عندنا وايد اخشاب، نبتدي نبني البيت قبل ما يصير ظلام. طبعا بيكون بيت مصغر لما نجمع موارد وكوارتز نفس الاشياء. اوكي اوكي خلنا نختار البيت يكون هالمكان. خلنا نختار الخشب. اوكي خلنا نخليه هنا 1 2 3. اوكي خلنا نحسب الحين 1 2 3 4 5 6. لحظة هنا نخلي بلوكات، هنا بيكون الباب 1 2 3 4
هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا نزيد بلوكتين زين نفس الشيء، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسعة عشرة، هذه ثلاث بلوكات. اوكي ونسوي هنا بلوكات العادية. اوكي ما كفى الخشب، هنجمع اكثر بس عاد لازم يكون نفس النوعية. اوكي شوف الطريقة ان نسوي هالخشب على على تحت وكل زاوية نخلي ثلاثة، واللي في الوسط راح نخلي هالخشب العادي. طبعا ما راح يكفي يعني في وايد اخشاب. زين خلنا وش نجمع نشوف كم نحتاج. لازم نسكر المكان شكله في كهف هنا. اوكي هنجمع تراب علشان نسكر الكهف ونبني البيت بكل سهولة وما يكون معانا عائق ولا شيء. ايوه طبعا هنا في خروف هنقتله. زين كم عطانا صوف؟ عطانا صوف واحد، نحتاج ثلاثة صوف عشان نبني علشان نصنع السرير وان نرسب كل ساعة في البيت. بس اذا ما حصلت سرير طبعا بيرسبني هذا المكان. اول ما بديت رسمني هذا المكان بس بيكون او هنا في خروف بس اذا صار في الليل بيكون شوية صعب الزومبيين وكذا له. زين عشان يحترقوا يوم يجي الصبح. اوكي عشان اوكي صار معنا صوفين، بقى اخر خروف ان شاء الله نحصله. اوكي خلينا نكمل، اتوقع يكفي التراب عشان نسكر. ايوه واحد اثنين اوكي امور طيبة. خلينا نكسر هذا. طبعا الاحشاب اعشاب جدا اكرهها. اوكي خلينا نخلي هنا 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 زين بركتين. لا ما عدنا بعد، خلينا نجمع اكثر. طبعا اول حلقه بيكون كلها تجميعات وكذا، يعني يكون شويه في ملل في البدايه يعني ما في كهف وكذا. نحاول ان نجمع ونسوي بيت على الاقل وصندوق وبدا يصير الليل. اوكي خلينا نخلص سريع البيت. اوكي خلينا نكمل كمل كمل كمل. اوكي اخيرا كفى. الحين نحتاج نجمع الخشب العادي سريع. اوكي سيكفي. بدا يصير الليل بدا يصير الليل. الحين بينتشر الزومبي وسكيلتون بيكون شوية صعب يعني، هنحلله سريع. اوكي 44 اتوقع يكفي. خلاص صار الليل صار الليل. لا يا شيخ زين طبعا ديزاين البيت مرة مرة سيء بس ما السرعة يعني عذروني يعني. حاول نخلص البيت ونحصل خروف الحين الحين. طبعا ما بيكفي ابدا. لا لا ما يكفي.
ايوه يا خروف، اخيرا. اوكي عشان ننام خلنا نغسل هاك الخروف بعد ثاني احتياط. اوكي الحين خلنا نصنع الحين حاليا بدون اي تفاهم سرير، ضروري سرير، والجوع خلص عندي، خلنا ناكل سريع. طبعا ما مطبوخ الاكل، ما مطبوخ بس يزيد حبة واحدة. اوكي السرير خلنا نخلي هذا. اوكي سرير كيف صنعوه؟ على الكرافتنج تيبل. ايوه سرير، صنعنا سرير. الحين نخليه داخل البيت لانه بدا ينتشر الزومبي، هنخليه هنا. اوكي الحمد لله ربنا، اخيرا خلصنا قبل ما يجي الليل. اوه كيف تحتي مشكله، هنسكره الكل اللي عندنا بس. اوكي خلينا نكمل نجمع الخشاب العادية. اوكي ان شاء الله يكفي، هنشوف. هنجمع اكثر شيء خلي معنا. اوكي حلني ثلاثة أربعة خمسة. أوكي الحين تقريبا خلصنا البيت، بس باقي لنا الباب والسطح. خلنا نصنع لنا الباب الحين. لحظة خلنا نخلي الكرافتنج تيبل هنا، نخليه أحسن هنا. أوكي الحين باب خلنا نصنع هذا الباب. أوكي تقريبا البيت جاهز، بس باقي السطح وصندوق. ايوه صندوق هنا نخليه. الحين الاغراض اللي ما نحتاجها خليه هنا. ستيك ما نحتاج، كابل ستون احسن يكون سطح، لان اذا جاي البرق ولا كذا عشان ما يحترق البيت. اوكي الباب نرجع. الحين نبتدي نسوي السطح. اوكي هنروح فوق، خلينا الحين نسوي السطح. اوكي ان شاء الله يكفي. نحتاج بعد زيادة، خلنا نكسر نكسر نكسر. خلنا نكسر لين 20 ان شاء الله يكفي. اوكي 23 ان شاء الله يكفي. اوكي لا ليش تغلط. لا لا سواء بلوكة بلوكتين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تقريبا ثمان ولا تسع بلوكات باقية. اوكي هنجمع 10 بلوكات. اوكي مرة ثانية نركب فوق. اوكي اخيرا خلصنا البيت،
خلينا نكسر هذا، خلينا ندور الحين فحم عشان ننور البيت. انا كني لمحت فحم عند المكان اللي كنت اكسر فيه الكوبلستون. ايوه هنا فحم، خلينا نكسرهم كسرهم، نحتاجهم عشان نطبخ عشان نسوي التورت. الحين اوكي كله كسر كسر. اظن يكفي 9 بيعطيني كمين تورت، يعني كفاية. خرحت ما يحتاج كرافتين كيف، بس صندوق هاي الستيك. ايوه اوكي 36 حبة. خلي هنا هنا هنا، الحين البيت منور. اذا صار في الليل خل نخليه هنا 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 هنا. خل نكسر هذا هنا وهنا وهنا وهنا. زين تقريبا البيت جاهز، سرير كرافتنج تيبل و وتشست. الحين خلنا نجمع البلوكات عشان نصنع الفرن. تقريبا اليوم اكثر شيء جمعنا كوبل ستون، ضروري عشان نطبخ الاكل ونجمع بعد الفحم. اوكي اوكي ظني يكفي حل الفرن. خلينا نجمع لنا كم فحم. اوكي ان شاء الله يعطينك عدد زين. شوف الحين ما نقدر نركض، خلص جوعنا 3 ما يصير. زين خل صنع لنا الفرن. زين نخليه هنا ولا احسن هنا. خلينا ندخل الفحم نطبخ اثنين مع ان غيرهم. اوكي اللي يطبخ شوية بطيء. في فحم نزلوه، ما فحم استغفر الله، فرن جديد. هو فرن يعني زين، يعني اسمه البلاست فرنيس. اسرع هو شوية، اسرع يعني من هذا يعني. اوكي زين زين. طبعا خلصنا البيت كل شيء. اوكي جماعة كذا يكون وصلنا لنهاية مقطع. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم إبراهيم من قناة منوعات تايم، إن شاء الله تعجبكم قناتي إذا كنت جديد. ولا تنسى تضغط زر اللايك إذا عجبك المقطع. مع السلامة.